الآن نستمع لكلمة الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكريم، السادة شركاء التنمية من القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، هيا ببدأ أن أنا أشكر إدارة المنتدى على تنظيم هذه الحلقة النقاشية، وتشريف سيادتك الحقيقة لهذه الحلقة هو تأكيد على النهج التشاركي الذي تنتهجه الدولة المصرية في جميع خطط ورؤى وبرامج التنمية. مصر بتحظى بعلاقات تعاون وثيقة مع جميع شركاء التنمية، وبتحرص على التعاون الدائم مع كل المؤسسات الدولية، وهي أيضا عضو فاعل في جميع وأغلب منظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية منذ نشأتها. مصر أيضا بتحظى بمحفظة متنامية مع شركاء التنمية على مستوى العالم في مختلف القطاعات، في الإسكان، في البيئة، المشروعات الصغيرة، في النقل، التعليم، في الطاقة والصحة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وكل هذا في إطار تحقيق رؤية مصر 2030. واسمح لي سيادة الرئيس، عندي 5 رسائل أساسية. الرسالة الأولى أنه مصر بتحرص دائما على مشاركة تجربتها التنموية مع كافة دول العالم وبالتعاون مع منظمات الدولية. فمصر من ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم اللي قدمت تقرير وطني طوعي، الـ VNR، الـ Voluntary National Review. ده تقرير مصر تتقدم به طوعية للأمم المتحدة عشان تقول هي فين من ضمن أهداف، وصلت فين إلى مراحل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فإحنا لثالث مرة مصر من ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم تتقدم بشكل طوعي لتقول هي فين من ضمن تحقيق هذه الأهداف. بالإضافة لذلك إحنا لأول مرة أيضا نطبق هذه التقارير الطوعية على مستوى المحافظات عشان نأكد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. مصر أيضا بتحرص على الانفتاح على العالم وإتاحة البيانات اللي بتوضح حالة التنمية فيها بمنتهى الشفافية، وده تجسد في إطلاق تقرير التنمية البشرية اللي حضرتك شرفتنا فيه لعام 2021، اللي كان بيرصد 10 سنوات من التنمية في مصر بشكل موضوعي. وأيضا وضعنا في هذا التقرير عقد الإنجاز Decade of Action، ويمكن مصر كانت أيضا الدولة الوحيدة اللي تمت بهذا Decade of Action نتيجة لانشغال العديد من الدول الأخرى الجائحة. الرسالة الثانية هي أنه حجم الإنجاز والعمل الذي يتحقق في مصر على مدار 7 سنوات الماضية هو غير مسبوق. والحقيقة أنا لما بقول غير مسبوق ليس لفظ مجازي، هو أنا بتكلم على غير مسبوق بالمعنى العلمي لكلمة غير مسبوق. غير مسبوق من حيث حجم ما تم ضخه من إنفاق عام تعدى 6 تريليون جنيه، غير مسبوق من حيث القطاعات اللي تم فيها التنمية، من حيث عدد المستفيدين، وأيضا من حيث العائد الذي إحنا النهاردة بنحصده من واقع هذه التجربة التنموية. مصر الدولة الوحيدة التي لم تتوقف فيها المبادرات التنموية والخدمية والمشروعات القومية رغم أزمة الجائحة وأيضا السلالات المتحورة اللي إحنا بنعاني منها حتى الآن. ويأتي طبعا في مقدمة هذه المشروعات المشروع القومي الأكبر على مستوى العالم، وهو مشروع حياة كريمة، من حيث أيضا عدد المستفيدين اللي بيستفيدوا منه أكثر من 58 مليون مواطن، وعدد القرى اللي احنا بنستهدف فيها تحسين جودة الحياة لأهلنا في هذه المنطقة. نتيجة لده حصل إيه؟ نتيجة لده انعكس هذه الجهود التنموية على نجاح الاقتصاد المصري في أنه هو يكون الاقتصاد من ضمن اقتصاديات القليلة، يمكن الاقتصاد الثاني على مستوى العالم، اللي حقق معدلات نمو موجبة 3.3% العام المالي الماضي، ونستهدف هذا العام بإذن الله تحقيق معدلات نمو تقترب من 6%. وده مش بس بنتكلم على معدلات نمو، لأن احنا نعي تماما أن معدلات النمو هي شرط
ضروري ولكنه غير كافي. نتكلم على معدلات بطالة لم تتعدى 7.5%، فمعدلات النمو دي انعكست على توفير فرص عمل، وده الهدف الأسمى اللي كلنا بنعمل عليه، أن يكون هناك فرص عمل لائقة للمواطنين. وصاحبه أيضا اللي هو بنسميه المثلث الذي يعبر عن حجم الاقتصاد، التحول في الاقتصاد الحقيقي، أن يكون لدينا معدلات نمو موجبة، معدلات بطالة مناسبة أو معقولة، وفي نفس الوقت في استقرار في المستوى العام للأسعار أو معدلات تضخم معقولة جدا في وسط معدلات التضخم المرتفعة اللي العالم بيعاني منها. الرسالة الثالثة هي عن تقييم التجربة المصرية التنموية. حقيقة يكون الموضوعية التامة إن إحنا لما ننظر للتجربة التنموية المصرية إن إحنا نأخذ في الاعتبار المشهد الذي حدثت فيه هذه التجربة التنموية المصرية. ده شيء يعني من الإنصاف والموضوعية الشديدة إن إحنا ننظر لهذه التجربة في إطار المشهد المحلي والإقليمي والدولي الذي حدثت فيه هذه التجربة التنموية. إحنا عندنا تجربة تنموية لما بدأناها كنا لسه خارجين من مرحلة عدم استقرار سياسي وأمني ما بين 2011 و2013، فلابد أن نأخذ هذا في الاعتبار. قمنا بتجربة تنموية غير مسبوقة في إطار منطقة بتشهد العديد من الصراعات وما زالت تشهد العديد من الصراعات، بالإضافة إلى ما تم إضافته من جائحة، كل ده يؤدي إلى العديد من التحديات في بيئة دولية وإقليمية ما زالت تشهد عدد كبير جدا من الاضطرابات. وبالتالي بيبقى زي ما بقول لحضراتكم من الإنصاف والموضوعية تقييم التجربة المصرية في إطار مكونات هذا المشهد الإقليمي والدولي. الرسالة الرابعة إنه في ظل الأزمات الحقيقة دايما بنلاقي الدول بتركز على خطط قصيرة الأجل لتخفيف وطأة الأزمة على اقتصادها، وده طبيعي. مصر كانت الدولة الوحيدة وسط هذه الأزمة اللي أخدت قامت على إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي من أجل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري، زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، توطين الصناعة المحلية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم التحول للاقتصاد الأخضر. ولما بتكلم النهاردة على تعزيز دور القطاع الخاص، لأن احنا السنوات الماضية كانت الدولة تدخلت من أجل تهيئة البيئة المواتية للقطاع الخاص، من أجل استثمار في بنية تحتية كان لابد من وجودها، من أجل وجود النهاردة من أجل قطاع خاص يستطيع أن هو يدخل ويستثمر في بنية تحتية فيها شبكة طرق قومية، فيها مطارات، فيها خدمات، فيها مرافق، فيها كهرباء. كل هذه البنية التحتية كانت لازمة أن هي تبقى الدولة المصرية توفرها من أجل النهاردة تجتذب القطاع الخاص أن هو يدخل ويستثمر في الدولة المصرية. عكفنا على إيه؟ الدولة والحكومة على تطوير الإطار المؤسسي اللي بينظم الشراكة بين القطاع العام والخاص، وده كان ضروري تطوير هذا الإطار من خلال القانون الجديد الخاص بالشراكة بين القطاع العام والخاص. أنشأنا صندوق استثماري، صندوق ذراع استثماري للدولة، صندوق مصر السيادي، من أجل خلق فرص استثمارية وتحويل الفرص استثمارية إلى منتجات استثمارية لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، والإسراع ببرنامج الطروحات. لأول مرة بيبقى في سرعة في برنامج الطروحات. ليه؟ عشان النهاردة محتاجة أن أنا أوسع قاعدة الملكية، محتاجة النهاردة أن أنا أزود من شراكة القطاع الخاص في عدد كبير جدا من الشركات المملوكة للدولة. الرسالة الخامسة والأخيرة هي مع تغيير شكل وأولويات الاقتصاد العالمي بعد الجائحة، بيكون على من الملائم على المؤسسات الدولية أنه تنظر إلى أدوات تمويلية مبتكرة، تمويل المختلط، من أجل تخفيف العبء على الدول المتوسطة والنامية. التحديات بقت كتيرة جدا على الدول المتوسطة والنامية في ظروف ما بعد الجائحة. من مهم جدا أن المؤسسات التمويلية الدولية تنظر إلى أدوات تمويلية مبتكرة، تمويل مختلط، سندات تمويل مستدام، من أجل تحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة. مهم أيضا أنه
تتبنى المؤسسات الدولية التنموية النهج التشاركي والتنسيق فيما بينها لتعظيم الاستفادة من كل الموارد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في الآخر، نجاح المؤسسات الدولية ونجاح القطاع الخاص هو نجاح لنا جميعا، وفي الآخر هو كما يقال هو win-win situation لنا كلنا. بشكر حضراتكم، بشكر حضرتك سيادة الرئيس.